لما تخلق عدو وتخلق نوع من الأزمة الافتراضية باقي المجتمع، لما تخلق قضية لاكابيلي ويحكيوا على هم يحكيوا بكل على فرنسا، ولادهم في فرنسا، حاملين الجنسية الفرنسية، صورهم في فرنسا، يمشيوا في إحاز فرنسا، حتى من الطحانين اللي حاطين صورهم في الإمارات، البنوك نتاع الإمارات مع من تمشي؟ تمشي مع فرنسا. فرنسا اللي كم تشتقوا وتقول فرنسا وفرنسا 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 وفرنسا، الراجل فيكم يدير ناكت كونتر فرنسا. هيا تبون الكلب قطعك الكونترا تاع توتال مع انا داركو، واتاكي توتال في الغاز دو شيست والاكسبلوطاسيون تاعو، ماشي توتال كشركه باسكو ما تكلحناش حنا لي فيليال كي ابارتينا توتال فيا دي كومبلكس اون اوف شور. اتاكيهم نعتنا تراش تعرف الدير اللي كونتر فرنسا. شوف لك انا فرنسا ما صلبتكش كي المسيح عيسى يا كلب، انت ولي معاك باسكو راكم كلاب فرنسا، كي ماشي كان فرنسا تاع الصح، كلاب الارجل البيضاء. مش فرحاني هاد لي بي بلون كومون دي جو بوزي بيتيتر اون كيسيون كومون لي ريكونيتر جوستومون. ماشي سي تري ديفيسيل دو ريكونيتر، اي تري ديفيسيل دو لي كومباتر، استحاله المحاربه تاعهم لان العدد نتاعهم فاق 2 مليون. الحل الوحيد مع الارجل البيضاء هو اقامه دوله القانون اللي تقضي على الامتيازات نتاع الارجل البيضاء الغير قانونيه في الجزائر. قال لك سيد الرحمن الا تعتقد ان النظام عندما يستنفذ جميع خططه لاعاده انتاج نفسه ويفشل سيلجا الى انتهاج اسلوب الترهيب والعنف من خلال حوادث مفتعله من اجل اعلان حاله الطوارئ والقضاء نهائيا على انتفاضه الشعب. هذا امر هضرناه، هضرناه ماشي في لايف واحد، في 20 لايف. احنا على بالنا باللي جابوا ناس عندهم ميليشيات راحين يخلقوا نوع من عدم الامن من اجل النظام هذا يسترجع السلطة تاعو على الوحدات القتالية الجيش الوطني الشعبي ويقدر يحركها داخل التراب الوطني من أجل استتباب الأمن. البابل فيه ناس شيوعيين، فيه ناس اشتراكيين، فيه ناس ليبراليين، فيه ناس إسلاميين، فيه ناس متطرفين، فيه كل شرائح. يعني كما قلت يا كبيرة مدام رانا في مرحلة ولينا اللور قاع، رانا في مرحلة مؤتمر لاسومام، وشي هي الجزائر وش رانا حابين من الجزائر وكيف حابين تكون الجزائر. وي اون ريفني اون اريير معليش مسيو رحماني كيما قال لك يبو ميو فير مارش اريير اي بيان سوتي ابري اي سي ديباراسي اون فوا بور توت. مي هذا واش لازم الشعب يفهم، انه المشاكل اللي ما انحلتش في الخمسينات عاودت رجعت لنا دركا في القرن الواحد وعشرين. وما تنساوش حاجة، كاين إشكال كبير، إشكال كبير. وشي هو؟ هي سيف الاقتصاد، سيف الاقتصاد اللي حيضرب المجتمع الجزائري دون رحمة ودون هوادة. وهذا الكلاب اللي حاليا درك راهم في السلطة منهم تفون الناس اللي معاه ينتظروا في السيف هذا باش يخمدوا الحراك الشعبي هذا. علاش؟ لأنه راحين يسيطروا على الشعب بالتفقير، والتفقير نوع من العنف، مش نوع من العنف، فهو العنف نفسه. والتفقير هذا راح يجي من سوء التسيير، من عدم ثقة الدول اسكو نابل لي انستيتيون فينانسيير انترناسيونال دون لا بوليتيك الجيريان، باسكو لا بوليتيك كونسيديري كوم ايتون اون فوس بوليتيك. سي اون ا ان فو بوليتيك اون ا ان فو ايتا، سي اون ا ان فو ايتا on a une fausse économie, tout est faux. Donc on devient une paroi pour tout le monde. Alors, il y a Mohamed qui dit les pieds blancs comme les pingouins, facile à les connaître. Moi, j'aimerais bien. Non, on ne peut pas les connaître les pieds blancs parce qu'ils ont des prénoms qui nous ressemblent, des noms qui nous ressemblent, mais sauf qu'ils ont des passeports rouges, mais pas par naturalisation, mais plutôt des passeports rouges sanguins
يعني بحكم الدم ماشي بحكم التجنيس. قالك هذا هو السبب اللي خلى الجزائر في المؤخرة أنه ما زال كاين الناس خوافين، يقولك يديروا لنا ويدونا الحبس، ديروا ليد في ليد ووقفوا ضدهم كامل، مستحيل يديروا 40 مليون الحبس. محال يديروا 40 مليون، القوة عند الشعب قلناها من قبل. أنا موافق السيد هذا في التعليق نتاعه، لكن الشعب لازم يبين باللي موش في السلمية الإيجابية السلبية، راه في السلمية الإيجابية. دونك لازم تنظيم المقاومة، تنظيم المقاومة، تنظيم المقاومة. المقاومة ما تكونش عندها شكل عدواني لكن شكل اقتصادي محض. يعني المقاومة اللي ننتجها لها احنا حاليا كمرحلة أولية هي مقاومة لضرب كل المصالح الأجنبية في الجزائر. ما بقتش شركة أجنبية فرع لشركة أجنبية يقدر يستغل حبة بصل في الجزائر. يطير النظام هذا دون إراقة الدماء فقط. يعني أي شركة أضربوا المصالح نتاعها، أضربوا البايب نتاعها، أحرقوا لها الماتريال، أدناو غير الماتريال، ما أدناوش الدموية، ما نخليو حتى شركة، نخلقوا مناخ في الجزائر اللي ما تقدر حتى شركة أجنبية تربح 1 دولار. ونشوفوا واش يدير التفون وبقرة الأركان وهذوك مجموعة الشياب اللي نورمالمون راهم في ميزون دو ريتريت اللي شفناهم يوم القاسم. هاي المقاومة الحقيقية، ضرب مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر. ونعاودها، ضرب مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر، ضرب مصالح الشركات الأجنبية مهما تكون الجنسية تاعها. Il faut frapper toutes les infrastructures appartenant à des sociétés étrangères investissant en Algérie. Et on verra. وهذه عندها هدفين. أولاً، إخلاء الجزائر من الشركات الأجنبية. في الحالة هذه، حتى ولا كاين عمل يديه الشركات الوطنية. ما نضربوش مصالح الشركات الوطنية، نضربوا مصالح الشركات الأجنبية. وكون شركة وطنية تعمل لحساب شركة أجنبية، نضربوا بالوطنية بالأجنبية. Rahman, il y a une question qui vous dit attention aux services secrets. Toute la question. Oui, on sait qu'ils sont infiltrés, ils sont partout. Voilà. Attention aux services secrets algériens infiltrés et tuent dans l'œuf toute mouvance démocratique.